فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو يستقبل بمقر إقامته بالعاصمة الفرنسية باريس وزير خارجية فرنسا، تباحث معه حول العلاقات المتميزة والقائمة بين تشاد وفرنسا. وزير التدريب المهني وترقية المهن آدم دنغاي ناكور يترأس حفل تخريج الدفعة الأولى لمدرسة العليا للعلوم الإدارية التابعة لجامعة ياوندي الكاميرونية. قافلة الطبية التابعة لمؤسسة القلب الكبير تواصل نشاطاتها على اليوم الثاني على التوالي، وكشف ومعاينة مجموعة كبيرة من مرضى العيون بمدينة غوز بيضاء. السابعة مساء بتوقيت العاصمة أنجمينا، يسعدني أن أقدم لكم النشرة الرئيسية لهذا المساء. أهلا وسهلا بكم. عاد صباح اليوم رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو إلى العاصمة أنجمينا قادما من العاصمة الفرنسية باريس، بعد أن قام بزيارة خاصة التقى من خلالها ببعض من المسؤولين الفرنسيين للتباحث حول العلاقات الثنائية بين البلدين ومكافحة الإرهاب. كان في استقباله لدى وصوله مطار حسن جاموس الدولي رئيس الوزراء باهيمي باداكي ألبير وأعضاء الحكومة والنواب والمستشارين برئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء وعمدة بلدية أنجمينا. أثناء تواجده بالعاصمة الفرنسية باريس، استقبل فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو وزير خارجية فرنسا، تباحث معه عن العلاقات التعاون المتميزة والقائمة بين تشاد وفرنسا. زينب سليمان. أثناء تواجد فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو في مدينة باريس العاصمة الفرنسية، قابل وزير خارجية فرنسا السيد جائف لودريا، وقد تباحث الطرفان حول ثنائية العلاقات بين أنجمينا وباريس وكيفية إيجاد السبل اللازمة لمحاربة الإرهاب. كما تطرق الطرفان إلى العديد من المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. وجدير بالذكر أن تشاد وفرنسا يحاربان سويا الإرهاب في شمال مالي، وعقب خروجه من المقابلة أكد جائف لودريا للصحافة قائلا أن بلاده قد ساهمت في انعقاد الاجتماع الذي انعقد في 13 من شهر ديسمبر عام 2017 بفرنسا حول مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. كما قال أيضا أن بلاده فرنسا تقف جنبا إلى جنب مع تشاد في محاربة الإرهاب، وأن تشاد ما زالت تلعب دورا مهما في محاربة الإرهاب ضمن القوات المشتركة في حوض بحيرة تشاد ومجموعة دول الساحل.